الحقيقة نحن نتحدث عن تحقيق توصيلية شاملة وهادفة في المنطقة العربية، وهو هدف يعني من أولويات الاتحاد والاتصالات، وأيضا أحد المؤشرات المهمة لتحقيق التنمية المستدامة التي بحلول عام 2030. المنطقة العربية يعني بوجودنا اليوم حاولنا نستعرض ما هي الوضع الحالي للتطور في البنى التحتية وشبكات النطاق العريض في المنطقة العربية، وأيضا حاولنا أن نتطرق إلى العديد من المحاور فيما يتعلق بضرورة تعاون جميع أصحاب المصلحة على النهج المختلفة أو الطرق المختلفة لتحقيق هذه التوصيلية يعني طرق مبتكرة وحديثة، وما هي الأدوات المتاحة عن طريق تحقيق أيضا شبكات يعني بنى تحتية مرنة وقابلة لتلبية جميع الاحتياجات. العديد من يعني المحاور تطرق. كيف ترون تجربة الجزائر في هذا وطنيا نيوز، الواقع من المواقع.